إحنا لسه شايفين دلوقتي فتاة بريئة راحت ضحية استخدام سيء للهاتف المحمول. فأنا حبيت أتكلم معاكم شوية النهارده في موضوع استخدام الهاتف المحمول في إطار الكلام حوالين الأبعاد السلوكية والنفسية في الحياة كده اللي إحنا متعودين إن إحنا نناقشها في ختام الحلقة. الهاتف المحمول ده بدأ وسيلة اتصال تليفون ثم تحول نتيجه التكنولوجيا المتقدمه الى وسيله تواصل تدخل من خلاله على الانترنت تطبيقات السوشيال ميديا الفيسبوك التويتر الـ الـ الواتساب الـ الامور دي كلها اللي ممكن تستخدم لفوائد اتصال بين الناس افضل وممكن تستخدم في اغراض دنيئه وسلبيه زي اللي احنا شفناه دلوقتي في حادثه الطالبه نيره صلاح لكن انا بتكلم على التليفون المحمول ده بيبين شخصيتك بمعنى الانسان لا ينفصل في الحياه يعني طريقه تعاملك مع الناس اسلوبك في الكلام مش هيختفي وانت بتتعامل مع التليفون المحمول هيبقى زي ما هو يعني دي طريقتك وده اسلوبك ودي حياتك يعني في اخلاقيات عامه كده الواحد بيشوفها وبيستغرب ان الناس بتتعامل بهذه الطريقه مع الهاتف المحمول يعني إذا كنت في اجتماع ولا في كنيسة ولا في دور عبادة ولا أيا كانت لازم تحط التليفون على الصامت تخليه سايلنت لأنه ما يصحش إن هو يقطع تفكير الناس وكلامهم. ابعد عن النغمات المزعجة يعني في ناس تحط نغمات شديدة العلو ومزعجة جدا لا لا ابعد عن الكلام ده في المجتمعات المتقدمة يعني وشاركت في اجتماعات كتير وقابلت ناس كتير انا عمري ما سمعت رنه موبايل باللي انا بسمعه منه بل بالعكس يعني الناس بتضعه على الصامت او بيدي اشاره صغيره لما تبقى قاعد في وسط الناس ويجي لك تليفون خد جنبه ورد مش لازم تقعد تزعق وتتكلم وتشرح وتقول وتعيد اختار الوقت المناسب ان انت تعمل اتصال الناس من حقها يبقى عندها اوقات يعني لا احد يزعجها. 11 بالليل و12 بالليل و10 بالليل دي كلها مش اوقات مستحبه لاجراء اتصال حتى لو انت عارف ان الشخص مستيقظ وما نامش. لما تتصل بحد في التليفون وعايز تتكلم معاه استاذنه الاول قول له عندك دقيقتين اقدر اكلمك في موضوع يمكن هو عايز يرد عليك لكن ما عندوش وقت يسمعك. ممكن يقولك نتكلم وقت تاني لكن مش اول ما ترفع التليفون قوم داخل على طول في الموضوع التليفون بحكم التعريف للحاجات القصيره انا بستغرب ان واحد ياخد مكالمه تليفون ساعه ساعه دي دي مده اجتماع يبقى دي ناس فاضيه بتحكي مساله صعبه ان انت تفضل قاعد تتكلم في التليفون لمده ساعه لمجرد ان التليفون ما بتتحاسبش عليه او ببلاش او بزنس او معرفش ايه يعني مش ده السبب اللي يخليك تفضل تتكلم ساعة الرسائل النصية لازم تبقى مهذبة وقصيرة اعطي اهتمام للناس اللي انت بتتكلم معاه يعني لما تيجي تتكلم مع واحد بالتليفون يعني ادي له اهتمام شوية مش تسيبه وترد على واحد ترجع يعني دي كلها حاجات بتكشف عن شخصية الواحد في شخص يحترم الاخرين في شخص لا يبالي بالاخرين في شخص يعتقد احيانا ان هو ما بيردش عليك ان هو ده دليل أنه هو راجل مهم ولا بد ان انت تهتم بيه يعني دي بعض حاجات عن التليفون المحمول